تدرون سهل وايد انكم تتعودون على جدول معين، بس ليش ما نخلي الرياضة جزء من هالجدول؟ انتي قدها. طبعا صعب تقضي وقتك مع حالك في وقت عملك، لكن تقدر تقضي وقتك معاهم في الملعب. انت قدها. الحقيقة ان كل شخص يحتاج شيء يحمسه في حياته. اختار هدفك وبتحققه. انت قدها. لا تخلي شيء يوقف في طريقك. اهدافنا ما لها نهاية. احنا قدها. Of course there are some challenges to a healthy lifestyle. But when the ball is in your field, play it right. Game on! في جمعاتنا ما في احلى من التحدي. واحسن شيء انك تتحداها في الرياضة. زين قولوا لي بتشاركون في يوم رياضي في مدينة التعليمية؟ تعالوا خلكم قدها.